التواصل مستمر مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام في أشواط صباح هذا اليوم. ينطلق شوطنا العاشر في تعداد أشواط أيضا أشواطي هذا الصباح الخاص هذا الشوط بمنافسة الجعدان الفطامين وإلى الصدارة مباشرة إلى المقدمة إلى المركز الأول. هنا أدهم يأتي مع الصدارة الأولى عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي، بينما الغدوم مع المركز الثاني والتسلل من نقد حمد بن راشد بن نايع الغفلي، بينما يأتي مع المركز الثالث هذا شاهين سالم بن حمود سالم بن حمود بن حبرود العامري من ينطلق في المركز الثالث، بينما في المركز الرابع يتقدم ويأتينا هذا مهاوش عبيد بن رملي بن محمد العامري مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس يتقدم رجيف لأحمد بن عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي. هذه هي النتيجة والنداء للخمسة المراكز الأولى، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى نقد من غير وانطلق مع الصدارة الأولى حمد بن راشد بن نايع الغفلي الله، ولكن مهاوش اللي غدم من المصانع الجنوب التراثية مع عبيد بن رملي بن محمد العامري، ولكن وصول من مبلش ناصر بن راشد بن خليفة الغفلي، غير مبلش غير وانطلق الله. هذا يذكرني صاحب نقطة بالفعل قبل اسبوعين في ميدان سيف العرب اللي ياتي ويكرر نفس الانجاز، تهانينا والناموس لمالكة ايضا اللي هو ناصر بن راشد بن خليفة الغفلي، بينما كان الوصول مع المركز الثاني وصل في نقد لحمد بن راشد بن نايع الغفلي، والمركز الثالث مهاوش عبيد بن رملي بن محمد العامري. هكذا النتيجة للثلاث المراكز الأولى، ولكن مبلش هو من حسم مجرياتي هذا الشوط. تهانينا والناموس، توقيته الزمني دقيقتين و13 ثانية. تهانينا لناصر بن راشد بن خليفة الغفلي، تهانينا والناموس للجميع.